بسم الله الرحمن الرحيم اساسي ما كاموجين تشين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه اجمعين بهذه البشارة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الموافق 28 ذو الحجة 1442 وكذلك شهر الثمانية 6/8/2021 نفتته أو هذا المشروع الذي تبرأ به إخواننا من دولة ألمانيا الحبيبة وأخواتنا المصريات التي شاركنا معنا في مراسم افتتاح وفي بناء هذا المشروع المبارك فعليه يقدم الإخوة الدعاء لإخواننا في دولة ألمانيا ولأخواتنا المصريات حفظهم الله وبارك فيهن وفي أرزاقهن وفي أولادهن أستاذ سيبويه بسم الله فضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وتسلم تسليما كثيرا نعم كما تقدم المقدمة من الأخ ونحن نرفع أيادينا تضرع إلى الله تبارك وتعالى داعين المولى سبحانه وتعالى أن يجزي كل خير من الإخوان إخواننا من في ألمانيا والإخوان أخواتنا في جمهورية مصر العربية نعم الذين تبرعوا لنا في هذه بهذا المشروع الكبير نعم نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء آمين وأن يكفر الله أمثالهم آمين يا رب آمين يا رب ويبارك فيدعون الله وأهليهم وأسرتهم نعم وأن يفتح لهم أبواب كل خير نعم وأن يفتح لهم أبواب كل خيرات آمين يا رب وأن يعصمهم من كل سوء وقوبة ما شاب الجزاء خير